شوف ابو عادي وعادي جدا، صمت عليا انا عيب عليك ولا لا؟ ياك عيب عليك كتسمعي ليا وفي حياتي بغيتك تسمعي لي بشكل كبير، راك تعاملي مع الامر بشكل عادي يا بوصه، عادي وعادي جدا. الشيء بوصه اللي بغى يسد وريني هو انك تنفعلي وتقلقي. هذا القرار بوصه انا كنت كنتوقعه، وكاع الناس اللي كيفهموا في البلاد كيتوقعوها بوصه، لان منذ المحاكمه ما كان حتى شي مؤشر ولا واحد على ان هذه المحكمه غادي تنتصر. انا علاش بقيت بوصه ما نسحبش؟ لسبب بسيط جدا، كاينه 19 شباب ولا عشي، ولكن كاينه سبب اساسي هو لانهم كنت سحبت. غنقول لك وعاكم ما نسحبش، انا بغيت كما تنقولوا في الدارجه نحد معاهم الرجوله. يلاه حسيتي ها المدير ما نسحبش ومن بعد وهادو، هذه هي الخلفيه الحقيقيه الى جانب ما نطيحش في زنزانه الظلم. اما بوصه كل المؤشرات، لان هذا الرئيس اش دار في الاول؟ شحال ديال المشاكل ديال الحبس عندي وتحاكم تحط ظروف كيقول لك انا ماشي شغلي، المحضر ما عطانيش حقي نقراه ضد على مقتضيات 340 قانون الاسترجاع الجنائي، جوج مرات كنقول عطيني نقراه المحضر داك الشيء اللي كتبته اللي قلتو لا علاقه له به. ملي جيت ترى الوكيل العام قال له نتصمتوا على المكالمات ملي غيرتهم، ودار الرئيس قال لي واش بغيت تصمت؟ قلت له ايه انا بغيت نتصمت، وطرحت الجلسه والجلسه الجايه تجاوزوا هذه النقطه. وقفت قلت له واش الرئيس في المكالمات نتصمتوا؟ قال لك حقها درجت في الطلبات وتم رفضها في المداولات. وملي مشيت كنقرا المحضر اللي دخلوا لي ديال الجلسه 12 ما عمره ما درج هذا الطلب، زيد عليها ما سمحش ليش نتخابر مع بعض الهيئه ديال دفاعي، زيد عليها استمر في اعتقال ديالي بناء على محاضر تفريغ يعني مزوره، بناء على تحريف كلامي، تلاعب ديال الواقع من طرف الوكيل العام، التصنت الوكيل العام تيقول راه كان على ذاك المشبوه ذاك الشابع وكيل عام الحزومه، القاضي التحقيق تيقول لك بان تصنت كان على المهداوي. دونك ملي كتشوف محكمه كتستمر في محاماه كامل في لحظه اعتقال بناء على هذه الوثائق المشوبه بهذ العيوب كامله وهذ الزوايا، شنو ممكن تنتظر؟ دونك الله يجزيك بخير ابو شرى، انا بغيت نصطين وتعاملي بشكل عادي، لانه هما بغاونا نتقلقوا. انا نبغيك تقولي للمغاربه كاملين انا ناشط، انا ما كنمشي متنطع ولا كنتحدى شي واحد ولا كندير الضرب للاجواء، انا فقط صحفي مستقل كندافع على حرمه الصحفي المستقل وما نحملش شي واحد يروضني. وهما راه قد يفاجئوك في الاستئناف، هما كيحاولوا ما امكن يعوضوك، هذه هي المعركه. ولهذا اختي بشرى تعاملي بشكل عادي، بالعكس انا نقدر نقول لك واحد الفكره، اقسم لك بايات الرحمن انا فخور، انا كنت عارفك غتوقفي معايا، ولكن والله ما كنت عارفك غتوقفي لهذ الدرجه. انا كنت عارف والدي غيوقف معايا، والله ما كنت عارف غيوقف لهذ الدرجه، عارف خوتي غيوقف معايا، ولكن عارف انا راه فخور، راه انتم هما العزاء، انتم هما يعني اللي هادشي كامل كانت على الطريقه اللي وقفتي معايا انت، وقف معايا والدي وخوتي، ووقف معايا المغاربه بنقابه الصحافه فيسبوكيين المواقع في تاريخ المغرب. ما عمر وقع اجماع على شي صحفي في تاريخ المغرب من كل طيف، طيف صحفي كامل تيجي لداري جوج المرات، هذه ما عمرها وقعت. ما عمرك شتي موظف يسجن في تاريخ المغرب، واحد المسؤول داير اضراب على الطعام قال لي غدا، قسما بالله لا علم تاعي الحكم يبان. البوليس كامل كيقول لي المهدي اللهم انظم الكاف، حفظ الله وجدك باش يدخلوا من سبته. والزبزب يقول لي مالك في بلاصه محمد السادس، واش هذا كيقول لي واش انا وتدي قسما لرئيس ديال الرياسه؟ واحد الدوله ولات اضحوكه، اليوم الدوله راه واحد المنحدر اخلاقي، واحد المنحدر قضائي ما عمرنا عشناه. بالعكس انا في موقع قوه، وهذا الحكم كيعكس انهم مرعوبين من الكلمه الحره، مرعوبين مني، وكياكدوا انني قوي استفزيتهم. بالعكس هذا الالتفاف الشعبي اللي كاين، منظمه العفو الدوليه، هيومان رايتس واش، مراسلون بلا حدود، منطقه الصحافه، حقوقيين، الائتلاف الحقوقي، الجمعيه، العصبه الرابطه، جمعيه الدفاع، حتى الناس رضوان الرمضاني شو فين كاينه، لكم هذا بريس جود، كنقرا الموقع الاول اليوم 24 الاخبار اليوم مساء اش كاين، راه بزاف الموقع ويسمحوا لي هذا الشيء شنو كيعكس واش هذا بالضبط. اذا هذه نصر كافي، وهذا اكبر دليل على البراءه وعلى كل شيء. من جهه اخرى بشرى انا نقول لك واحد القضيه، كون كان هذا القاضي فيه جرام ديال خوف الله، ها جرام ماشي بزاف، اي جرام اي جرام، كاين كنقولوا القرار القضائي كيتبنى على الدليل المولد اليقين. واش صاحب الله 20 مكالمه 20 خبر عاطيني هذا السيد ما نشرتهمش؟ شنو مهمتي انا خياط؟ واش انا قزال كنبيع اللحم؟ كيف ما تيقش فيهم؟ كيفاش خبر الله كان حاجه ما تيقش فيها؟ واش انا قزال؟ لو كنت قزال واخا. ثانيا كيفاش هذا الزبزاب الخارق هو موضوع الحديث يعني ديال الصحافه الدوليه، وكل شيء كيقلب عليه وهو محور ديال كل شيء، وتصوري انا عندي مصدر بحال هذا، تصوري عندي انا عندي مصدر بحال هذا وبهذه القوه هذه، وما غندير به اتصال واحد الزبزاب نقول له نعستي فقتي بكيتي خرجتي المغرب ولا باقي، ولا واحد اتصال، ولا واحد اتصال،
تيقول لك راه هضرتي معاه 23 دقيقه، ولو كنت انا جزار تقول لي لا شر جزار عوض ما تبيع الحمل لك ليا مشيتي كتهضر، لو كنت خياط تقول ليش ما كتخيطش وليتي كتهضر في التليفون. ولكن صحفي عيل كراهية السؤالين، الصحفي وسيلة انتاج الهاتف وفيه تجيب الاخبار. مني واحد علاش هضرتي معاه 23 دقيقه، هضرتي معاه في بعض المرات ونظر معاه تاميه ماشي محدد. علاش قلتي له اجي عندي لداري؟ وانا كنت وجهي عندي لداري حيت عارفوا انا تابع الاجهزه واحد اللحظه كنت واش كتدخل المغرب ولا ما كتدخلش، حيت عارف انا مصريه ضوفر وعارف التسجيلات باش نقول لهم راه ما كنعرفش هذا الزبل، حيت عارف هذا الفيلم ديال غايجي ومن بعد ما فاتيش يبان كاع هذا الاكسين اللي اسمو عارفو دونك حصل. واش انا تلاقيت امينه وحيدر في شي بلاصه تلاقيتها مثلا وعطاتني شي دواء ولا قالت السلام عليكم، واش انا امنت مشروع الفيصالي؟ واش تلاقيت شي اسرائيلي وكنت معاه في شي طاكسي ولا هضرت معاه؟ امنت مشروع الاستيطان؟ يعني تحارب ياك الخوال خير حيت ما لقاوش فين يشدوا في الامور اللي هي جاده والامور اللي هي معقول. المهم ابو شهر المغاربه حقه طريقه ديال التلفاز مزيانه، بغيت تكرمي سلمي لي على الاسره. ها ماشي مشكله ابو شهر زهر راه غدا يقدروا يجيبوا سلافه حتى هي يقول لك تي دبابات ويجيبوا يوسف. الدوله انا كلشي وليت كنتوقعوا منها، راه اي حاجه توقع لنا الدوله في لحظه ضعف صافي ما كاينش مشروع. ابو شهر ملي كتحاكم نقيب بحال زيان وزير حقوق انسان سابق، واش عمرنا عشنا شي مصيبه في تاريخ المغرب؟ ابو شهر غادي تجيبو السجن كيفاش كيعيش؟ راه ولينا وصلنا كنحاكمو ها جرادة ها المقاطعة، علاش المغاربة تفاعلوا مع المقاطعة بهذا الحجم؟ علاش؟ تاريخيا المغاربة عندهم المعيشة غالية، السؤال لماذا اليوم تحديدا؟ تعبيع على المغاربة ولاو كيفكروا على بدائل مواجهة السلطة، علاش؟ لأن هذاك امتداد لك الحراك ذري في جرادة خروقات كذا ومازال في الظهر أشكال احتجاجية أخطر أخطر، حنا لا يورينا هادشي، لكن والله اختي بوشهر حتى غير واحد ونقول لك واحد الفكره مهمه وعقل عليها، انا خصنا كيشتغل بواحد الفلسفه قديمه دازها التاريخ. شنو هي؟ كيستعمل كاين جوج اساليب، هي هو كيقول دابا المخزن الا عطيت المهداوي الحريه غيتصار، الا خليني نضربو وباش باش يخلي تحسك بموقف ضعف والشعب ضعاف انا موقع قوه، تيقول اللهم الشعب خايف. المخزن ما عندوش مشكل يذبح الدستور، يذبح القانون بالصوره الجنائيه، يذبح المحاكمه العاديه، لا يذبح يغضب الله اللي بغى، لاساسي هو البشر يبقى خايف. وهذه السياسه انا ما وكلاش معايا انا، ما وكلاش معايا الناس، هذا هو الموصف اللي النظام اليوم ما كيفكرش فيها. دونك انا كنت كنتوقع هذا الحكم هذا ونقدر في السينا يزيدوا ضوبلو وما عنديش مشكل. لاساسي يا بوجره واش انا لقيت كوفي ريساجي ولا لا؟ هذه قولي لي ياك صحافي مستقل حديت معاه ما كيقبلت لا عروض، حلفت عمري خدمت تحت اجنده شي واحد، عمري خدمت تحت جهه شي واحد، عمري تلقيت درهم من عند شي واحد، هذا هو اللي استفزهمش ما تسلطت لهمش. شكون انت؟ هو صراحة تاريخ ديال هاد المسلمين ماشي الاسلام، الاسلام بريء الله سبحانه وتعالى، تاريخ ديال الكلمه الحره، اي واحد خدم خارج دائره السلطه كيكرسوه. جيهم بنو صفوان بوشرى من كبار المدرسه الجبريه، كان في خوف الله مصيبه، قتلوها بوشرى هشام بن مروان. معبد الجهني، معبد الجهني كان من رواة ديال الحديث وروى عليه ابن ماجه وقتلوه فقط لانه استعمل العقل. وغيلان الدمشقي كان هو المرجع الديني ديال عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز عرفتي شنو دار له هشام بن مروان؟ قطع له رجله وقطع له يده ولسانه فقط لانه استعمل بالعقل وقال خصنا نخدموا عقلنا. وعمر المقصوص اللي هو المستشار ديال يزيد بن معاويه ودفنوه حي فقط لانه طرح فكره عقلانيه. دونك التاريخ وزيد عليه ابن رشد وتشمي جاي المهدي مبركه وشنو وقع مع عدد من الرموز، كل واحد كيفكر خارج دائره السلطه الحبسه. فهذا هو انا معركتي كالمهدي هي الا امتداد وحطيات تاريخي للكلمه الحره لكل واحد كيفكر. سيتو انا دبابات المغاربه حارقه انا وشرب هذا القوى الحالي هادشي يطلع عليا النهار. اليوم انت كتشوف الفيسبوك والوعي السياسي كيفاش كان. دونك بالنسبه ليا الله يدير في الدراري، الحمد لله المغاربه واقف معانا واكلين شاربين، انا كنقرا فوق ما جا الخير ينفع. صافي يا بشرى نشطيك سلمي على كلش، انا والله ما عندي مشكل. بشرى شوفي البوليس كيعيط وغنمشيو. شوفي فهمتي يا بشرى انا كنتاكد لك سلمي لي على الموقع الالكتروني وقول لهم سمع راه عمري سلمي عليهم، سلمي على الفيسبوكيين على الموقع المنظمات الحقوقيه صاحبي بن شمسي المراسلون ديك الطريقه واش وقفوا معايا كاملين. صافي بشرى وانا في موقع قوه وناشط وما تقلقيش لي بشرى يا استاذ.